السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفاتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية. وصفتنا اليوم غتكون عبارة عن تحلية بحجم عائلي سهلة واقتصادية وسريعة في التحضير. خليكم مع المقادير وكيفية التحضير. قبل ما ندوزوا للمقادير كما العادة ننصر الصلاة والسلام على الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نكثروا من الأدعية والاستغفار باش ربي يحن علينا ويلطف بنا. قولوا آمين يا رب العالمين. دابا خليكم مع الوصفة وكيفية التحضير. بسم الله. بالنسبة للمقادير غنحتاج في الطبقة الأولى لترو ديال الحليب، أربع ملاعق ديال السكر، بالنسبة للمعلقة اللي كنعبر بها كما كتلاحظوا معلقة كبيرة ديال الطعام، يعني ماشي معلقة صغيرة. كذلك غنحتاج ربع ديال المعالق ديال الطحين، فارينة ولا دقيق الأبيض كما كتلاحظوا معلقة كبيرة وكنعمرها مالية. بالنسبة لهذه التحلية فهي كتجي رائعة، ما عليكم إلا تتبعوا جميع المقادير وما تخافوش هكا من الكمية ديال الطحين ولا شي حاجة. سبق لي وحضرت بها واحد الوصفة ودرت على القناه ديالي ولقات بزاف ديال الاعجاب من الاخوات. كذلك غنحتاج علبه ديال الفلو. بالنسبه لهذا الفلو فهو كيتخلط مع نسيطرو ديال الحليب، وهذا الفلو بدون سكر. الا درتو الفلو اللي كيكون فيه السكر خصكم تنقصوا، يعني ديروا غير 3 ديال الملاعق. وغنحتاج جوج اكياس ديال الكاكاو، كاكاو المر. بالنسبه لهاد العلبات كل وحده كتزين 7 غرام. الافضل الا درتو هكايا الكاكاو ديروا الكاكاو من نوعيه جيده، يعني كل كاكاو المر، باش تصدق لكم التحليه ويجي المذاق ديالها زوين، لان الكاكاو خصو يكون من نوعيه جيده. بسم الله. دابا غنخلط هاد العناصر ومن بعد غنصفيهم. بسم الله. من بعد ما كنخلط العناصر شي شويه ضروري نصفيوهم، لان كيبقاو هكايا تكتلات ديال الطحين وكذلك بالنسبه للكاكاو. ومن بعد كنهبط هكايا المصفات في الخليط وكنبدا نحك داك الكميه ديال الطحين، كنهبطها كامله وديال الكاكاو بهذا الشكل كنغطسها. هنايا عندي القالب ولا المول اللي غندير فيه التحليه. بالنسبه للقالب يعني كنجهزوه مسبقا، ندهنو بشويه ديال الزيت ونحطوه قدامنا، لان التحليه خصنا نزربو عليها ملي كطيب، يعني مباشره كنوضعوها في القالب. بالنسبه لهذا القالب انا سبق لي وعبرته بالماء، يعني درت به وصفات وعبرته بالماء، فهو كيهز جوج يطرو وجوج كيسان ديال العنبه. ولكن انا هذه المره غنضيف الفواكه وغنضيف يعني بعض الاشياء، لهذا غنحتاج غير جوج يطرو ديال الحليب. في الطبقه الاولى غندير يطرو، والطبقه الثانيه غندير يطرو. المهم دابا القالب راه جهزته، غنوضعو هكايا جانبا وندوزو الخليط. بالنسبه للخليط ملي كنوضعوه على النار يعني ما كنوقفوش التحريك نهائيا، كنستمروا في التحريك باش تنجح معنا الوصفه. المهم دابا غنوريكم جميع المراحل. غنوضع الكسرونه على النار. بسم الله. دابا كما كتلاحظوا كنوضع الخليط على النار، وقبل ما كنوضع الخليط حتى كنحرك مزيان، حيت الا جيت غير من الطابله للبوطه كيهبط داك الطحين الصال ديال الكسرونه. كنحرك وعاد كنحط، ومني كنوضعو على النار كنستمر في التحريك، ما كنوقفش التحريك نهائيا. ولو وقفت التحريك غير 10 ديال الثواني وغيهبط لكم الخليط للصال، يعني غيلصق لكم في الصال ديال الكسرونه وما غتنجحش معكم الوصف. يعني السر في النجاح ديال هذه الوصفات لا بالنشا ولا بالطحين ولا بالكريم باتيسري باش ما درتوهم، خصكم ضروري تحركوا. ومني تجيبوا الكسرونه غتوضعوها على النار تحركوها مزيان وعاد ديروها على النار وتبقاو مستمرين في التحريك. ومي راه كثرت عليكم في الشرح، نتمنى ان شاء الله كون وضحت لكم هاد النقاط. فهي اغلبيه ديال الناس كيديروا هكايا التحليات وكيخسروا لما كان في هاد المرحله اللي كتخلي هاد التحليات كينجحوا، هو الاستمرار في التحريك وعاد المقادير مضبوطه طبعا. وهكا كنستمر في التحريك. وبالنسبه للشعله تكون الشعله يعني مخفضه هكا متوسطه شي شويه، ما تكونش الشعله يعني مجهده بزاف، لان التحليه ديالنا بغيناها طيب على خضره وما تخطفش. يعني ملي كتكون الشعله مجهده ما كتاخذش حقها في الطياب، لهذا كنستمر في التحريك والشعله هكايا منخفضه. وبهذه المرحله التحليه بدات كتماسك. دابا غنضيف 45 غرام ديال الشكلاط ولا 6 ديال القطار، نحاول هكا نكسرهم ونضيفهم وما نوقفش التحريك. وكما كتلاحظوا الخليط هنايا فلا، يعني اصبح متماسك على هذا الشكل. كنبقاو كنرفعوا اليد ديالنا كيولي خط واحد. دابا غنطفي عليه، الوصفه ديالي اصبحت جاهزه. ملي كنحيد الخليط عن النار كنحركو مزيان بهذا الشكل، والقالب يعني عندنا مجهز مسبقا. هاد المرحله كما قلت لكم سيكو اليد ديالكم خفيف شي شويه. عندي هنايا القطع ديال الاوريو، 6 ديال القطع اللي قطعتهم كطريبات صغار، غندير مع التحليه. بسم الله. اول حاجه غنضيف شويه ديال الخليط، نحاول هكا ندور اليد ديالي ونحبس وندير هكايا القطع ديال الاوريو، كيجيو هكايا من الداخل كيعطي واحد المذاق رائع.
ومن الضروري في هذه العمليات زربوا يدكم شي شويه. انا دابا راه مع التصوير كنضطر بعض المرات كنتعطل، لهذا الخليط يعني دغيا كيجف معايا. وهكا كنرجع عند داك الخليط كامل على هذا الشكل، نحاول هكا نساوي الخليط يعني نهز القالب وندخو، وهاد الجوانب نحاولوا ننظفوهم باش نديروا الطبقه الثانيه تجينا يعني طبقه نقيه. المهم دابا غنوضع التحليه على جنب ونخليها حتى تنخفض الحراره ديالها يعني غير في المطبخ، ومن بعد غندخلها للثلاجه تقريبا هكا نص ساعه. المهم نقيسوا هكا في القالب الاسبوع ديالنا ولقاوه تماسك، وداك الساعه نبداو نحضر الطبقه الثانيه. بسم الله، اول حاجه كنحضر الفواكه. انا هنايا بديت نصور وما تصورتش معايا اللقطه، درت هنايا تفاحه كبيره قشرتها وقطعتها طريفات صغار كما كتلاحظوا على هذا الشكل، وجوج الحبات ديال الخوخ حتى هما كبار. بالنسبه للفواكه يعني نديرو فواكه كيكونوا شويه شادين في راسهم، ما نديروش الفواكه اللي كيكونوا كيطلقوا الماء ولا طايبين بزاف، لا بالنسبه للخوخ ولا بالنسبه للتفاح كما كتلاحظوا معايا يعني الخوخه متماسكه. المهم الفواكه يمكن لكم ديروا اي نوع حبيتو، غير هما يكونوا يعني الفواكه اللي غيتعسلوا يبقاو شادين في راسهم. بسم الله، هنايا غندير هاد الفواكه في المقله وغندير 3 ديال المعالق كبار ديال السكر باش يتعسلوا لي الفواكه. دابا غنوضع المقله على النار وغنستمر في التحريك ونوريكم كيفيه التعسيل. ملي كنوضع كي الفواكه على النار كنبقى نحركهم يعني كنستمر هكا في التحريك، والشعله كتكون ناقصه يعني شعله مهيله باش هكا داك السكر ما يتكرملش والفواكه يذوقوا الماء ديالهم ويتعسلوا غير في داك الكميه ديال المياه اللي غطلق الفواكه. كما كتلاحظوا معايا على شعله مهيله ضابوا داك الحبيبات ديال السكر، وحتى بالنسبه للفواكه كيطلقوا شويه ديال المياه وتكون عندنا هاد السيروم على هاد الشكل. دابا غنزيد شويه في الشعله هنا باش غيتعسلوا لي الفواكه، يعني ما خصناش تبقى الشعله ناقصه بحال ما كانت، لان الا بقات الشعله ناقصه بزاف غيطيبوا الفواكه. انا بغيت غير السكر يذوب يطلقوا الفواكه شويه ديال الماء، ومن بعد كنزيدوا شويه في الحراره وكنستمروا هكا التحريك حتى كيتعسلوا. يعني هاد المرحله ديال التعسيل خصها تكون شويه رادين فيها البال باش ما يطيبوناش الفواكه ونحصلوا هكا على الفواكه معسلين، وفي نفس الوقت هما كيا شويه شادين في راسهم ماشي طايبين بزاف. بالنسبه للفواكه يمكن لكم ديروا الفواكه معلبه الا حبيتوا، ولكن كما كنعرفوا دابا الموسم ديال الفواكه تبارك الله الفواكه موجودين، نحضروهم بهذا الشكل حتى هما كيجيو لذاد، وانتم يعني دائما كيبقى لكم اختيار. انا كنفضلهم يعني هكايا طريا حسن. وهكا كما كتلاحظوا كيبداو هكا الفواكه كيديروا الرغوه، هذيك غير الرغوه ديال السكر، كنستمروا هكا في التقليب. ملي كيبداو كيديروا الرغوه على هذا الشكل يعني كيكونوا قربوا يتعسلوا. غنمتصوا هذه الكميه ديال السوائل كامله وغيتعسلوا هاد الفواكه. كنبقاو هكا نبعدوا ونشوفوا واش الكميه ديال المياه تالات ولا مازال، يعني واخا ما كنضيفوش الماء كما لاحظتوا معايا كيتعسلوا غير في داك السكر. وفهاد المرحله كنبقاو نحركوا هكا بشويه باش القطاع ديال الفواكه يبقاو يعني شادين في راسهم وما نمعسوهمش بالملعقه. كما كتلاحظوا معايا ملي كنبدا ندير الخط بحال هذا الشكل وكيبان ناشف، هذا كيدل بلي الفواكه راه تعسلوا. دابا غنطفي عليهم، الوصفه ديالي صافي جاهزه على هذا الشكل. دابا غنوريكم الفواكه بعد ما طفيت عليهم راه معسلين. فهاد المرحله كنخليهم على هذا الشكل ما كنحركوهمش، كنخليهم يبردوا وهما في نفس الاناء اللي طيبناه ونخليهم هكا يبردوا. كما كتلاحظوا بغي نوريكم عا قرب، دابا راه معسلين، دابا غنخليهم حتى يبردوا ونرجع معكم مره ثانيه. بسم الله، كما كتلاحظوا معايا الطبقه الاولى تماسكت يعني كنخليوها حتى كتماسك، نقيسوها كافيه بالاسبوع ديالنا كتبان متماسكه. داك الساعه كنحضروا الطبقه الثانيه، ودائما ملي كنجيو نحضروا الطبقه الثانيه كنحطوا القالب غير قدامنا يعني على جنب وكنحضروا كما كنعرفوا يعني التحليه ضاغيه كسفله. مقادير الطبقه الثانيه غنحتاج لتر ديال الحليب، كذلك غنحتاج 4 ديال الملاعق ديال السكر و 4 ديال الملاعق ديال الدقيق فرينه ولا فرش. الملاعق دائما كنعمرهم مزيان، وغنحتاج فلو ديال الفاني. بالنسبه لهذا الفلو يعني كيتخلط مع نسيطرو ديال الحليب، ويمكن لكم ديروا ديال البنان يعني ديال الموز، اما ديروا فاني ولا موز يعني جوج ديال الاختيارات. بالنسبه لهذه التحليه يعني ضروري خصنا نديروا لها المقادير مضبوطين باش تقلب معنا، يعني التحليات اللي كيتقلبوا خصهم يكونوا المقادير ديالهم مضبوطين باش تقلب معكم. وكنحرك العناصر، وهكا كنمشي بنفس الخطوات يعني بحال الطبقه الاولى بحال الطبقه الثانيه، كنستمر في التحريك يعني بنفس الكيفيه بحال بحال. عندي هنايا تقريبا جوج معالق ديال اللوز اللي قطعته لطريفات صغار،
غنضيفهم وغنحرك. بالنسبه لهاد اللوز اللي كنصيبوه في التحليه فهو كيعطيها واحد المذاق هائل. بسم الله. دابا غنضيف شي شويه هالشكل، ما غنضيفش بزاف وغنحبس. وهادو هما الفواكه اللي حضرت معكم. دابا غنبقى نضيف هكايا خصني نكون شويه مزروبه. وهذه هي التحليه. دابا غنخليها على جنب بنفس الطريقه حتى كنخفض الحراره ديال القالب، يعني نقصوا فواكه ونلقاوه دافي شي شويه، ومن بعد عاد كندخلوه للثلاجه. بالنسبه للمده اللي غنخليها في الثلاجه، يعني غير لتحت ماشي في المجمد، غير في الاسفل، غنخليها ليله كامله. يعني انا دابا راه الليل، غنخليها ان شاء الله حتى الغدا في الصباح عاد غنقلبها. كما كنعرفوا بالنسبه لهاد التحليات اللي كيتقلبوا خصهم ياخذوا الوقت ديالهم تقريبا 6 ديال السوايع. الا درتوها في النهار غتخليوها من 6 السوايع حتى 7 السوايع، وانا كنفضل نديرها بالليل. وفي الصباح يعني كنقلبها ويتناولوها يعني الدراري في القيله، ولا بالعكس يعني نديروها عاوتاني في الصباح هكا ملي كنوضوا كنوجدوها، وفي العشيه كتكون واجده. يعني ضروري خصها تاخذ الوقت ديالها باش نقلبوها. المهم دابا غنخلي التحليه ديالي حتى تبرد ونرجع معكم مره ثانيه. بسم الله. وهذه هي التحليه ديالنا بعد ما دازت ليله كامله. كما ذكرت لكم انا خليتها ليله كامله، يمكن لكم تخليوها من 6 سوايع حتى ل 7 سوايع. كما كنعرفوا بالنسبه للتحليات اللي كيتقلبوا خصهم ياخذوا الوقت ديالهم في الثلاجه باش هكا منين نجيو نقلبوهم يتقلبوا معنا، يعني عكس التحليات اللي كناكلوهم بالمعلقه، يعني ها جوج سوايع ثلاثه سوايع كافيه. كما كتلاحظوا معي فاليه. بسم الله. هنايا عندي الماء طايب، يعني واصل المرحله ديال الغليان. غنضيف واحد الكميه على هاد الشكل، يعني ما نضيفش بزاف. بسم الله. وغنوضع التحليه في حمام مائي، غنوضعها تقريبا دقيقه، يعني فقط هكايا نتاكدوا، يعني نقصوا في القالب ولقاوه سخون نهزوها ما نخليوهاش بزاف. هكا ملي كنوضعوها في الماء كتقلب معنا بسهوله، يعني ما كنخافوش منها. بسم الله. دابا غنهزها من الماء كما ذكرت لكم فقط دقيقه، هكايا نقصوا في المول ولقاوه سخون وراك. هنايا من بعد ما درتها في حمام مائي كما كتلاحظوا معايا كنجيو هكايا وكنتاكدوا بان راه ما لاصقاش، يعني كتبعد هكايا من القالب وحتى هنايا، وفي نفس الوقت يعني فاليه. غنوريكم عن قرب، يعني باينه ما لاصقاش في المول. هنايا كما كتلاحظوا انا عندي القالب يعني عالي من الوسط، لهذا غنستخدم هاد الكرتونه اللي كتكون في الكيس. الا ما كانش عندكم يعني بحال هاد الكرتونه، يمكن لكم ديروا فقط كرتونه عاديه وتغلفوها بالبلاستيك وديروها وديروا هكا واحد الثقب في الوسط. الا كان عندكم يعني القالب عادي ما تحتاجوش ديروا لها المرحله، يعني فقط ديروها من التفصيل. انا كما ذكرت لكم خصني يعني نوصل للكيك بهذا الشكل. بالنسبه لهذه المرحله يعني ضروري ديروا كرتونه الا كان عندكم القالب ما كيوصلش للتبصيل. انا فقط يعني ملي غندير التبصيل غيبقى مرتفع، لهذا درت هذه الكرتونه. المهم دابا غنقلب هذه الكيكه. بسم الله. اول حاجه كنشدوا اليد ديالنا مزيان الا كان تبصيل ولا كرتونه ولا اي حاجه، ونقلب بهذا الشكل ونبقى شاده يعني اليد ديالي من الاسفل، يعني ما كنرخيش حيت القالب يعني عنده داك الصال تحت، ونهز بيدي. ونرفعوا القالب غير بشويه. كما كتلاحظوا معي فهذه هي التحليه بعد ما قلبتها. هادو غير الطرفات ديال اوريو هما اللي كيجيو هكا. ملي كانوا كديروا اوريو يعني من الافضل ديروه داخل شي شويه باش ما يلصقش معكم. وهذه هي التحليه كما كتلاحظوا بعد ما قلبناها، كتجي تحليه رائعه مزوقه بهذه الفواكه، كتجي روعه. وهذه احبائي كانت الوصفه ديال اليوم ولا التحليه ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها. اذا عجبتكم الوصفه كما العاده لا تنسوا تشاركوا الفيديو مع الاهل واصدقاء، اذا كنتوا جداد شاركوا في القناه فعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بكل جديد. دابا بقى لي الا نودعكم نقول لكم عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه ولجميع المسلمين. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر فكره ثانيه. مع السلامه.